يشرفني شرف كبير إني نكون من الناس المشاركين معاكم، وأنتم كلكم أساتذتي. بصراحة اليوم اختيار الموضوع هو يعني اختيار صعب، ويعني وأنا شايفه شخصيا من الأشياء لمعظم الشركات، خصوصا الشركات الحديثة في Building Information Modeling Environment، هي من الأشياء اللي جدا very complex. أنا نعتبره شخصيا هو القلب النابض للبيلدينج انفورميشن موديلينج موضوع اليوم. من دونه we can say there is no building information modeling workflow. هذا الشيء يسمى الكومن داتا انفايرمنت، وأنا اخترت يكون كلامي عفوا على الكومن داتا انفايرمنت based on the ISO 19650 part 1 اللي هو الانترناشونال ستاندرد. ورح نعرف خلال محاضرتنا الأولى والسيشن 2 والسيشن 3 إن شاء الله، هل Common Data Environment Process or Tool أو الاثنين مع بعض Process and Tool. خلينا نشوف يعني الكنتنت تاع اليوم اللي رح يكون عنا Small Introduction، وأكيد قبل ما نحكي على Common Data Environment رح يكون عنا حديث بإيجاز عن الإلكترونيك Document Management System أو ما يسمى بالEDMS. هنشوف شو سلبياتها شو إيجابياتها، شو قادرين نستفاد بالEDMS، شو يعني الأشياء السلبية اللي نقدر نتعرض لها في استعمال EDMS، مع أن يظل ما فيش يعني أشياء سلبية إلا قليلة جدا ما رح تبين يعني مع مقارنة بالسيستم الكلاسيك سيستم. حنعطي تعريف الـ Common Data Environment يعني أكيد based on the ISO اللي هو الـ 19650 Part 1، ورح نشوف من المسؤول عن خلق أو create the CD، ومن هو المسؤول عن managing the CD later on. كذلك رح نتكلم عن CD process و naming convention. أنا أفضل أني أتكلم عنها في سيشنز الباقية اللي هما جايين سيشن 2 سيشن 3، لأنه النايمين كونفنشن بصراحة راح تتفهم أكثر في التطبيق أكثر منه في النظري، وأكيد راح يكون based on the ISO 19650. راح نتطرق نشوف يعني شو CDs اللي موجودة في الماركت، نعمل مقارنة بسيطة للأسعار، نعمل مقارنة بسيطة للفيتشرز اللي موجودة في كل CD، وما هي CD الأنسب لكل شركة سواء في بدايات البيلدينج انفورميشن موديلينج امبليمنتيشن، وما هي السي دي الانسب اللي انتقل منها من كمبتدا الى ليتل ادفانسد، وما هي السي دي الانسب الى فيري ادفانسد يعني ليفل. وحيكون عندنا اكيد كومباريزن ما بين 3 سي ديز خلال سيشن 2 سيشن 3 اللي هما تريمبل كونكت، البيم سينك، بس انا اظن انه راح اروح مع الستريم بيم اللي هي سي دي من دوله النرويج، وراح نتكلم ايضا على الاول بلان بيم بلس. احنا عارفين وكلكم عارفين اكيد بحكم الخبره اللي عندكم، انتم اكيد ما شاء الله اكثر مني خبره، انه غالبا الكوميونيكيشن او data sharing تعتبر من الأشياء اللي هي very complex، وين لازم فعلا وبأمر جدي we have to handle it in very structured way، لأنه في أغلب الحالات مهما كنت professional أو مهما كنت منظم في شغلك في نقل الداتا أو في الكوميونيكيشن اللي هي كوميونيكيشن شانلز اللي عندك في الشركة، أكيد راح يكون عندك لاك وأكيد راح يكون عندك دروب. والمشكل حاليا اللي عنا أو المشكل اللي نواجهه يعني يوميا هو مش مشكلة الهاوس كيبينج أو وين نحط أو وين نخزن الفايلات أو الدوكيمنتس في مكان معين محفوظ، عارفين أنه هذا الستورج وين او الهاوس كيبينج تاع الفايلات. لا، المشكل انه ممكن very single information قادره تسبب لنا مشاكل مستقبلا وتودينا حتى الى فسخ العقد او حتى الليتيجيشن. يعني
وهذا نقدر نطبق عليه نظرية الباترفلاي إيفاكتس. الباترفلاي إيفاكتس أنه تبدأ بمشكل بسيط جدا في بداية المشروع وتنتهي ممكن بخسائر بالملايين وخسائر في الوقت بالأشهر ولما لا بالسنوات. طيب in general وحنا عارفين هذا شيء جدا يعني عارفينه مليح أنه في الـ early stages of each project الـ involved stakeholders راح يكونوا يعني قلال جدا. يعني خلينا نحصرها في الـ client, الـ general contractor, الـ project manager, ممكن خلينا نقول owner representative, مع أنه الـ client في الـ ISO يسمى the appointing party. الـ communication أو الـ shared data اللي راح تكون بين ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة أطراف, it will be very less, it will be less complex. يعني مش راح يكون that much of emails, that much of مراسلات, that much of communication, راح تكون very few. في الحالة هذه يعني يعتبر الأمر بسيط, يعني نقدر نتحكم في حركة المعلومات, في تشير الداتا, ما عندناش مشاكل. بس وانتم ملاحظين هذا واكيد عشتوه زي ما عشناه, يعني انه كل ما تقدمنا في مراحل المشروع او البروجكت ستيجز راح نشوف باللي مور ستيك هولدرز ات ويل بي مور انفولفد, ناس كثير راح تدخل في المشروع وراح يكونوا مور انفولفد وراح يكون تاثيرهم واضح في المشروع, وين لازم نحن كممثلين للمالك أو ككونسلتنس أو مين كونتراكتر we have to share every single information خاصة بالمشروع مع الناس اللي هم دخلوا جداد معنا في المشروع. وهذا بطبيعة الحال راح يزيد يعقد شبكة أو الكوميونيكيشن عفوا نتورك. وأكيد كل ما تقدمنا في المشروع راح تزيد تعقد أكثر وأكثر, وكل ما تقدمنا في المشروع راح تصير عنا فعلا خلينا نقولها بين قوسين فوضى, it will be chaotic, يعني راح تأثر فعلا على حتى إنتاجية البروجكت تيم ممبرز, وراح تأثر حتى على بطبيعة الحال على all the project stakeholders. طيب شو الحل؟ الحل يقول إنه having a virtual and centralized project room, وأنا أركز مليح على الكلمة هذه centralized project room اللي هي حتكون centralized. It means حركة المعلومات زي ما شايفين هنا it's not centralized في آخر صورة, هذه it's not centralized يعني هذه فوضى في حركة المعلومات أو في data sharing أو حتى في communication. بس centralized في الحل هذا أو في الجملة هذه هو عرف كيف يختار الكلمة اللي قال centralized, لأنه إذا كان الأمر centralized وكان عندنا core في كامل الأشياء وحتى في حياتنا الطبيعية, يعني إذا كان عنا شيء كور حيكون كمرجع لنا في حياتنا, يعني أكيد الأمور رح تتنظم ورح تير بشكل وإن احنا نشوف باللي فيه تحسن في حياتنا أو حتى في شغلنا بصفة خاصة. طيب يقول لك having what's the solution, أكيد having a virtual centralized project room can solve much of the communication and data sharing issues. عفوا يعني so we call this centralized project room, وش نسميها هذه centralized project room, it's called the common data environment. طيب بصراحة ما نقدرش نتكلم على common data environment قبل ما نعدي ونتكلم على electronic document management system. راح نتكلم على السريع فقط على electronic document management system. أعطيكم مثال بسيط عن موظف مسكين جالس في مكتبه وعنده يعتبر document controller, نسميه document controller, وين عنده المراسلات, المخططات, الارفايز, البريد الوارد, البريد الصادر مصفوف عنده في الخزانة, منظم مرتب كذا يعني, ومسكين هو شايف انه عامل management للdocuments. وبصراحة يعني هذا الإنسان يعني يائس من 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 يعني يائس من طريقة شغله بصراحة. وإحنا شايفين إنه غالبا في الكلاسيك واي إنه الناس هم الدوكيمنت كنترولر اللي يشتغلين بالكلاسيك واي, خلينا نقول وركز على كلمة كلاسيك واي, دائما تصير عندهم مشاكل. أعطيك مثال بسيط, فرضا
في مراسلة بسيطة جدا اللي لازم تتحرك مثلا من مكتب الدوكيمنت كنترولر إلى السي او. قادر خطأ بسيط في المراسلة، سواء تاريخ أو حتى عريضة قانونية، خلينا نقول قادرة هذه العريضة القانونية اللي تاريخها مش صح قادر يودي لمشاكل كبار. أو حتى لو عرف أنه الدوكيمنت اللي أرسله للسي او على سبيل المثال في خطأ في التاريخ، يعاود يتصل ويعاود هذاك السائق يعاود يرجع، يعني أنتم شايفين خسارة وقت، وممكن ما يصلش الدوكيمنت في الوقت، وممكن السي او يزعل على الدوكيمنت كنترولر وحيصير الأمر مش منظم. بس في دوكيمنت واحد صار عندنا 5 أو 6 مشاكل. لذلك الكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم، او خلينا نقول ديجيتال واي اوف كنترولينج ذا دوكيمنت، راح يسهل علينا امور كثير جدا. على سبيل المثال نقدر نرسل الدوكيمنت، خلينا نقول هذا اللي هو فور ذا اسايند بيرسون او الشخص المناسب. بمجرد ما نرسل، حيكون الكترونيك اكيد، بمجرد ما نرسل الدوكيمنت عندي الاوبشن اني نكنسل الارسال، وراح نشوفه هذا اكيد في الكومن داتا انفايرمنت بلاتفورم اللي حيكون فعلا انا متشوق اني نشير معكم معرفتي في هذا السي دي. راح تشوفوا كيف تقدر تعمل ريفوك لاي دوكيمنت ارسلته مثلا، اظهر لك من بعد انك لا اخطات في ارسال الدوكيمنت. طيب شيء بسيط جدا، الالكترونيك دوكيمنت مانجمنت سيستم قادر يوفر عليك ستورج اريا. مش ضروري يعني تكون عندك مخزن وأوراق وكذا معرضة للحرائق، الأكسيدنت قادر معرضة لليك المي وكذا إكسترا. الإلكترونيك داكيمنت مانجمنت سيستم تقدر تستفاد منها، من حتى يصير عندك اندكسينج واضح بالنيمينج بالكود بالريفيجن نيم بالاي دي، يصير الأمر مرتب عندك، يصير عندك كامل الداكيمنت سكاند. يعني راح تتخلص شوي شويه من حكايه الهارد كوبي، راح تنتقل شوي شويه من الاوراق او الهارد كوبي سيستم او الاوراق الملموسه خلينا نقول، او الفايلات اللي هي متجمعه عندك في المكتب، الى شيء مور ادفانسد which is كلاود بيست، which is يعني تقدر بكبسه زر تتحكم في هيوج نمبر اوف فايل شيرنج بروسيس. أضيف إلى ذلك أنك راح يكون عندك تربح الوقت، يكون عندك more control على الدوكيمنت اللي توصل لك، more control على الدوكيمنت اللي ترسلها للناس. لذلك الإلكترونيك Document Management System it's the digital way اللي فعلا تسهل شغل علينا نحن كمهندسين، وعلى بصفة خاصة، وعلى all professionals بصفة عامة. طيب شو راح نستفاد نحن، أو what can I do with EDMS؟ طيب إذا حبيتوا يعني باش مهندسين لو سامحتوا تاخذوا نقاط، هذا مهمة جدا، لأنه راح نشوفهم نقطة نقطة في الوركشوب إن شاء الله سيشن 2 سيشن 3، وراح تشوفوا فعلا يعني هذا الشيء اللي تشوفوه كنظريا أو ككلام مجرد كلام راح يتطبق فعلا وفي الواقع، وراح ناخذ تكون عندنا كيس ستادي اللي نحن طبقناها في شركتنا كمتطور، وطبقناها وفعلا استفدنا وربحنا وقت كثير. يقول لك centralize and organize all documents in any format. ممتاز جدا، لأنه راح تكون عندك في مكان واحد كامل الفايلات، كل الدوكيمنتس بكامل الفورماتس، ريفيت، تيكلا، بي دي اف، اكسل، وورد، اوتوكاد. يعني بصريح العبارة انت الريفيت والاوتوكاد يعني قادر تجمعهم اوكي عندك في الكمبيوتر وكذا، بس يعني تقدر تجمعهم في نفس المكان ويكون عندك فيور موحد لهذا بالكامل، هذا شيء بصراحة شيء ممتاز وشيء يعني ثوري، خلينا نقول ثوري. الإنسان ينسى، الإنسان يقدر ينسى، يقولك والله أنا مش متذكر البارح شو تعشيت. أحد تقول لي أنت شو أرسلت documents قبل سنة؟ لا الإدياماس يعطيك البوسيبيليتي انك تعمل تريس ذا هيستوري اوف اول دوكيومنتس ان شاء الله حتى عنده 1000 سنين، لانه راح يكون اورجنايزد باي كودز باي نيم باي فيرجن، وراح نشوفوها كامل مع بعض ان شاء الله. اورجنايز اكستشينج ورك فلوز، وهذه مهمه جدا، يعني الاكستشينج اوف انفورميشنز راح يكون ويتم بطريقه معينه باي ما يسمى بالفولدر بيرميشن. انت حتعطي بيرميشن كل شخص، واحد عنده اكسس فرضا
عندك فايل نمبر 1 فايل نمبر 2 فايل نمبر 3 انت تقدر you can assign permissions لكل فايل يعني عندك التكنيكال ديبارتمنت عندهم البيرميشن للفايل 1 بس ما عندهمش بيرميشن للفايل 2 اند 3 يعني حيصير عندك مور كنترول يعني مش اي واحد يشوف المراسله فرضا اعطيك مثال بسيط قادر انت ترسل مثلا ترمينيشن الواحد لشركه معينه في شركتك او في ديبارتمنت معين عفوا يشوفوا الناس باللي ترمينيشن دخلت من الباب قادر الناس كل تعرف في نفس الوقت لانه ما فيش يعني خلينا نقول سريه في الموضوع بس when you organize your workflow يقدر اتصالك الخاص بينك وبين الشخص المعين حاب توصل له معلومه سريه you can do it in EDMS you can do it by organize an exchange workflow واحنا نفهم هذا بعد ان شاء الله في الوركشوب you can زي ما قلنا ensure internal and external confidentiality يعني أي شيء confidential يعني سواء external مع suppliers مع fabricators مع external stakeholders تأثيرهم بسيط على المشروع أو internal ما بين الـ internal team you can manage the entire life cycle of documents منين يطلع من 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 عند الconsultant حتى يوصل حتى الفاسيليتي مانجمنت يعني وحنشوف هذا اكيد هذا نفس الشيء مهم جدا وي كان هاندل ذا فيرجنين ريفيجن اند ستيتس وهذا راح نربطه باشمهندسين راح نربطه من بعد كتطبيق بشيء يعني خليني نقول هو يعتبر من الاولويات في الكومن داتا انفايرمنت اللي هو النيمينج كونفنشن وخصوصا خصوصا خصوصا يعني انا نركز على الكلمه هذه الميتا داتا حنربط الهاندل ريفيجن اند ستيتس بالميتا داتا اللي هي تابعه النيمينج كونفنشن يو كان اكسس ذا دوكيمنت باي سيرشين فور تكست كلاسيفيكيشن سهل انك تدور على دوكيمنتس في 5 ثواني تطلع الدوكيمنت اللي تحبه انت يو كان فيو ثرو فيورز عندك ادابتد فيورز تقدر تشوف بيها فيور عفوا تقدر تشوف بيها بي دي اف تشوف بيها وورد اكسل تقدر تغير حتى او تعطي ملاحظات على الدوكيمنت اتسلف من دون ما تاثر على الاوريجينال فايل وهذا كامل راح نشوفه اكيد في الـ في الـ في الوركشوب التطبيقي يمكن تعمل كلاسيفيكيشن تقدر تعمل answering تقدر تعمل you can fulfill a lot of questions عفوا من طرف المقاول من طرف الاستشاري من طرف ال sub consultants من طرف ال suppliers and you can validate you can give approval you can and distribution يعني وهذا يتم في ال four information container اللي موجودة في common data environment and you can manage alerts and subscriptions وهذه نحكي عليها في بما يخص ال license and the alerts the notifications and etc. وزي ما شايفين في السكيما البسيط هذا إنه يوضح لك شو معناه ال EDMS. طيب ليش أنا تكلمت على EDMS بصراحة لأنه أنا شايف إنه ال common data environment هي جزء من ال EDMS أو تعتبر EDMS. خليني يكون more accurate. The common data environment هي EDMS. طيب. Based on the ISO 19650 part 1 يقول لك هي agreed source of information for any given project or asset. Agreed source يعني the common data environment. فرضا احنا في شركتنا قال والله خلينا نستعمل بيم 360. لازم كامل الاطراف خلينا نقول كامل الديزاين تيم يكون متفق على انه the common data environment ابتداء من بكرة هي البيم 360 مش يعني نص التيم اشتغل في البيم 360 وأخونا الثاني ما زال يرسل لي إيميلات عادية ويبعث لي في الإيشيوز يبعث لي في الأرافايز في الإيميل يقول لي ليش ما رديت عليها والأسوأ اللي هو يعني ممكن أنتم شايفينه يبعث لك official document في الواتساب وهذا بالفعل هذا شيء bleeding unprofessional زي ما يقولوا يعني بصراحة شيء متعب ومرهق يعني لازم نتفق خلينا نقول إن شاء الله حتى kick off meeting يعني it's up to you يعني it's up to you كشركة تحب تعمل kick off meeting تحب تعمل إعلان تحب تعمل مثلا training days وفي نهاية training days تقول لهم يا جماعة خلاص من اليوم حتكون هذه common data environment المهم لازم تكون agreed source of information win for collecting managing and disseminating each information container through managed process through a managed process
خليني أركز على نقطة مهمة جدا هنا، أنه إذا شريت سي دي أو شركتكم فرضا قلت لكم يلا تفضلوا هاي لكم الفلوس وجيبوا لنا سي دي للشركة، سي دي لما تجيبها للشركة مش وحدها تعمل لك مانجمنت للفايلز، تعمل لك فولدر ستراكشر لوحدها، وتعمل لك مثلا استراتيجية لوحدها. لا، السي دي في الحالة هذه اتس تول، هي وسيلة مشان تسهل عليك الشغل، تمام؟ ولما تخلق أنت استراتيجي الخاصة بك في الشركة تصير بروسس. يعني في الحالة هذه نقدر نحكم على سي دي إنها تول أند بروسس. مرات تكون تول، مرات تكون بروسس، بس في أغلب الحالات it's tool and the process. في الحالة هذه it's a tool، يعني تعتبر جماد، خليني نقول بتعبير إذا أنا ما أخطأتش تعتبر جماد، بس إذا أنت ما استغليتش السي دي في الطريق الصح وما كانش عندك clear path and خطة معينة and process واضح، information delivery manual واضح، مستحيل السي دي هتعمل لك يعني تعمل لك الحلول، تحل لك المشاكل. يعني زي ما يقول المهندس عمر سليم، يعني كلمة يعني من الأشياء اللي نتذكرها قالها، قال يا جماعة ما تقولوش الريفيت هو البيم، قادر إذا كان قادر الوورد يشتغل لك بيم خلاص أنت شغال بيم بالوورد. يعني هذه نتذكرها يعني في أحد المحاضرات اللي ألقاها وبقت في راسي الكلمة هذه. يعني السي دي تعتبر بروسيس أند تول في نفس الوقت، ومرات نغلب البروسيس على التول، ومرات نغلب التول على البروسيس. من المواقع الجميلة جدا وأكيد ما يخفش عليكم اللي هو البيم ديكشنري، اللي يعتبر مرجع لنا بالكامل، محرف الكومن داتا انفايرمنت، هو ماخذ من الايزو 19650 أكيد، بس يقول لك أنه كومن داتا انفايرمنت سي دي انكلودز سي دي سوليوشن اند سي دي ورك فلو، اند ذيس سي دي ورك فلو اورجنايزز ذا فلو and management of information across the whole life cycle of an asset across four information container states. هذا من الفور information container states راح نشوفهم اكيد بعد شوي، بس حبيت نأكد انه قال CD includes CD solution and CD workflow، يعني CD as tool and CD as workflow. وتكلم قال نقطة ثانية، قال CD solution is server based or cloud based. غالب السي ديز حاليا هم يعتبروا كلاود بيزد ان سيرفر بيزد، وانا اخترت تعمدت اني نختار ان شاء الله ك سي دي في الوركشوب اللي هو تريمبل كونكت، لانه هو سيرفر بيزد وكلاود بيزد في نفس الوقت. ونتمنى انكم حتستمتعوا بالوركشوب ان شاء الله في السيشن 2 اند 3 with database management transmittals issue tracking and related capabilities that support the CD workflow. هذا تعريف السي دي. خليني بس نمشي بسرعة مشان ما يكونش الأمر ممل ونظري أكثر من اللازم. شو الكي فيتشرز اند بينيفيتس اوف سي دي؟ طيب، النقطة الأولى يقول لك document management، يعني you can do a management، تقدر ترتب كامل كل أنواع الدوكيمنتس اللي قادر توفر عندك في مكان واحد، drawings, models, عقود، تقارير، tenders، خلينا نقول technical data sheet، أي شيء، أي document مهما كان عنده علاقة بالمشروع تقدر تخزنه في مكان معين ويكون عنده management خاص به، ويكون accessible for all the project or the company members في أي مكان وفي اي يعني قدر، حتى من التليفون يو كان اكسس السي دي. وراح نشوف بعد انه اغلب السي ديز عندهم موبايل اب، يعني بصراحه راح تكون عندك سي دي في جيبك، يعني خليني اذا سمحتوا لي بالتعبير هذا، راح تكون عندك سي دي في تليفونك وتقدر يو كان اكسس ذا دوكيومنتس ثرو يور موبايل فون. طيب المراسلات، وصلنا لشيء وانا متاكد اذا ما كانش ثقتي زايده كثير، انا متاكد 99%، خليني اقول 90%، انه اغلبنا اللي حاضرين في المحاضره اليوم جدا ممل امر ارسال الايميلات، اذا توافقوني الراي اكيد ارسال الايميلات شيء ممل جدا بصراحه، انا بصراحه شخصيا ممل عندي ارسال الايميلات. طيب السي دي راح يوفر عليك. طيب خصوصا الايميلات اللي هي ريبيتيتيف، فيما يخص مثلا اعطيكم مثال، بعد ما تعدل جراوند فلور دروينجز وخلاص خلصته، راح ترسلوا عملت له ريفيجن وراح ترسلوا لل خلينا نقول السايت انجينير، لازم تعمل له ابلود
في الايميل وتعمل له ارسال، وقبل ما تعمل له ارسال تكتب بليز انجينير فايند ذيس 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 وترسل. يعتبر بروسس، هذا يعتبر بروسس، والناس يثاقلوا مشان يعملوا يعني الاوبريشن البسيط هذا. سي دي راح يوفر عليك، سي دي راح يوفر عليك، لانه حيعمل خليني اقول مراسله داخل السي دي للاسايند بيرسون، والايميل حيوصل له اوتوماتيكلي، مش ضروري تكتب ايميل. يعني اذا ما انتبهش للسي دي نوتيفيكيشن 100% راح ينتبه الى الايميل اللي راح يوصل له، والايميل راح يكون بس نوتيفيكيشن، وبطبيعه الحال الايميل راح يكون فيه بعده شو محتوى المحتوى خلينا نقول المراسله اللي ارسلت فيها بالسي دي. وراح نشوف هذه كامل كامل دوكيمنت مانجمنت الكورسبوندنس راح نشوفها بالكامل في الورك شوب. تمام، عندك شيء ثاني اللي هو بيم كولابوريشن. بيم كولابوريشن اكيد راح يكون عندنا سي دي، يعني حاليا اغلب السي ديز اللي راح نشوفهم ان شاء الله وخصوصا اللي حنتكلم عليها هي تعتبر ك بيم كولابوريشن بلاتفورم، وين حتتم حتكون عندها اي اف سي فيور، وكامل سي ديز يعني هم اي اف سي فيور باي ديفولت. شغله تعلمتها يعني او نبهني عليها واحد سبيشاليست او من الناس اللي طورت تريمبل كونكت، عندهم اكستنشن في ريفيت وراح نشوفها اكيد، عاملينها متعمدينها هذه الاكستنشن اسمها فايل ابلودر. فايل ابلودر بمجرد ما تخلص شغلك كريفيت، اذا ما عملتوش ابلودر في البلاجين اللي موجود في الريفيت، مستحيل مستحيل the project team يقدروا يشوفوا الريفيت موديل اللي موجود في السي دي اللي هي تريمبل كونكت. يقدر يشوف الاي اف سي عادي، لانه اي اف سي باي ديفولت از اتس شيرد، يعني تقدر تشوف هي اللي راح تقدر تشوفه في سي دي unless تعمل له publish or share. تمام، وراح نشوفها اكيد هذه. اغلب السي ديز زي ما قلنا عندهم plugins for the authoring tools softwares، Tremble Connect or Plumbing Plus، Beam Sync، خليني نقول شو البلاتفورم الثاني، ستريم بيم، لا ما عندهم ستريم بيم، يعني البيم 360 اكيد. انا نجد بنتكلم على بيم 360 لانه راح نشرح لكم ليش. يعني عندنا كذلك الورك فلو مانجمنت. الورك فلو مانجمنت انت كمسؤول عن السي دي، وراح نعرفه مين هو المسؤول عن السي دي، راح تكون عندك مانجمنت للورك فلوز خصوصا في الفايل شيرنج اوبريشن. في شيء يسمى الفولدر بيرميشن، وهذا راح بصراحه كاذا تعودنا عليه في السي دي راح نستمتع كثير وراح نرتاح لدرجه ما تصورش، راح نشوفه اكيد. الثاني وش عندنا، عندنا انسبكشن اند تشيك ليست يو كان كرييت. شوفوا في عندنا سي دي جدا 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 قويه في السايت، وراح نشوفها اكيد وراح نشوف كيف نستعملها في السايت. وفي سي ديز تسمح لك انك تعمل تشيك ليست في الكواليتي كنترول سواء في السايت او في الديزاين فيز، سواء في الكونستراكشن فيز. الاوبشن انك تعمل كواليتي كنترول باي كرييتنج تشيك ليست او شيء ما يسمى بالستيتشوس، راح نشوفها مع بعض هذه. ممكن شويه مبهم الامر اللي حكيته بس راح نشوفها بعد شوي ان شاء الله. وانا اكيد ريبورتينج اند انسايتس راح يكون عندك اذا حبيت تسوي او تخلي المور الامر مور بروفيشنال مور يعني كبرزنتيشن يكون يعني خلينا نقول مور كلير، او اذا كان عندك برزنتيشن للسي او او مجلس الاداره راح يكون عندك اغلب السي ديز موفرين جرافيكال داشبورد وين تتبع الايشوز، وين سكرت الايشوز، وين الايشوز وير كلوزد ولا ان بروجريس ولا withdrawn ولا whatever. يعني اغلب السي ديز عندهم داشبورد وراح نشوف كيف نصدر الداشبورد الى بي دي اف اند سو اون. واخيرا في الهاند اوفر اند تو اوبريشن اند فاسيليتي مانجمنت. هذا بالنسبه للفاسيليتي مانجمنت، احنا كفارم هولدنج عندنا ما يسمى بالبروكيورمنت ديبارتمنت.
البروكيورمنت ديبارتمنت يتعاملوا كثير مع الـ سب كونسلتنتس، سب كونتراكترز، سبلايرز اند سو اون. كمطور عقاري يهمني جدا، لانه من بعد عندي الفاسيليتي البيلدينج اوبريشن او ما يسمى ب خليني نقول مش عارف انا بيلدينج اوبريشن فيز، عندي ما يسمى التكنيكال داتا شيت لكل خليني نقول الاي سي ماشين. في مراحل تسعير المشروع او في مرحله الكونستراكشن فيز يصلوني اسعار او يوصلوا للتكنيكال ديبارتمنت اسعار. انا يهمني جدا انه المقاول اللي نخلص معه يعطيني التكنيكال داتا شيت للشيء اللي راح يركب لي في السايت. هذا التكنيكال داتا شيت راح نربطه اوتوماتيكلي مع الموديل، ويكون هذا الموديل شيرد ويذ اول بارتيز، سواء تكنيكال او مع فاسيليتي مانجمنت تيم او سواء مع سبلاير. لانه التكنيكال داتا شيت انا نعتبرها من الانفورميشنز اللي لازم تكون في الموديل في نهايه او في الهاندينج اوفر، لاني نحتاجها من بعد في، وراح نشوفها اكيد. اي شيء تسمعوه من عندي ان شاء الله راح نشوفه بالكامل في الوركشوب وكيف نطبقه فعليا في الواقع، واكيد راح نعطيكم كيس ستادي. حنتكلم على الكيس ستادي اللي احنا مطبقين عليها شيء هذا بالكامل. طيب السؤال، من هو المسؤول عن who's responsible of creating the CD and who is responsible for managing the CD. طيب the standard وش يقول باللي ال client أو the appointing party هو المسؤول عن عمل أو establishing the CD. تمام. Who's gonna managing the CD؟ أكيد مش the appointing party. The appointing party خلص سوى CD، تفضلوا يا جماعة، بس منو المسؤول؟ في مسمى وظيفي اللي هو the information manager. وش يقول لك؟ يقول لك الانفورميشن مانجر هو از ذا هو از ذا بيرسون ريسبونسبل فور كيپينج انفورميشن سكيور. سكيور يعني سكيور، هذه كلمه يعني تحتمل العديد من الـ يعني الاكسبلينيشن. ابديتد، كورنت اند سينكرونايزد، يعني اربعه كي ووردز مهمه جدا في سي دي. يعني سكيور راح نشوفها ان شاء الله في الوركشوب. ابديتد، وهذه مهمه جدا جدا جدا. ابديتد من اي ناحيه؟ يعني من اي ناحيه ابديتد؟ ابديتد من النيمينج كونفنشن، الريفيجن ستاتوس، من ناحيه هو اكسبتد او هو ريفايزد ذا فايل، هو ريجكتد ات، وين، وات تايم. لازم تكون ابديتد، لانه اذا ما كانتش الفايلات ابديتد راح يكون عندك تريسابيليتي يعني مش صح، يعني ما تقدرش تتبع الهيستوري تاع الفايل اذا ما كانش مسمى تاعه صح، اذا كان ما كانش ابديتد يعني داي تو داي، اذا ما كانش ابديتد داي تو داي. طيب ويكون سينكرونايزد. سينكرونايزد يعني بمجرد ما تفتح الصباح سي دي او في نهايه اليوم سي دي، بعد ما نخلص الشغل لازم نعمل سينكرونايزيشن، لازم كل يوم سينكرونايزيشن، لانه سينكرونايزينج تحتنزل تحديثات عندك الكامل المشروع في نفس الحين. يعني أعطيكم مثال بسيط، سينكرونايز وش تعمل؟ سينكرونايز فرضا أنا شغال على فايل، الفايل هذا موجود عندي في اللابتوب، عندي في الفايل في اللابتوب، الفايل هذا نفسه موجود في سي دي في الكلاود. طيب بعد ما نخلص أنا الفايل هذا، بعد ما نخلص خليني نقول مراسلة بالوورد، ريبورت، خلصت ريبورت، سيفت الفايل وسكرت الفايل وجيت طالع. طيب صاحبي في الجهة الثانية يعمل في سينكرونايز بس ولا شيء، ما عنده ولا شيء. ليش؟ لأنه أنا ما عملش سينكرونايز من عندي. يعني بمجرد ما نحدث الفايل من عندي وأعمل سينكرونايز راح يتحدث أوتوماتيكلي عند الاذر تيم ممبرز، وهذه راح نشوفها. وهذه بصراحه عملت مشاكل في الكثير من الشركات، مشاكل خليني نقول ماينر، مش مشاكل كبار، بس الوقت بالنسبه لنا يعني احنا من الافضل انه ما نستهزاش بالوقت، لانه الوقت مهم جدا. لانه اذا انا ما عملت سينكرونايز اليوم وعملت بكره، انا خسرت تقريبا 12 ساعه، وضيف الى ذلك 12 ساعه مع 12 ساعه مع 5 ساعات مع 6 ساعات راح المشروع، تمام، من ناحية الوقت. لذلك المسؤول عن خلق الـ CD هو الـ appointing party
and who's managing the CD, هو الانفورميشن مانجر. ويقول لك please do not confuse with the beam coordinator as information manager. Information manager مسؤوليته واضحة جدا, والبيم coordinator أكيد أنتم أعلم الناس في الشيء هذا, هو أيضا عنده مسؤوليته اللي هي واضحة جدا. تمام. السي دي أو قبل ما نستعمل أي سي دي لازم يكون عندنا clear path, لازم يكون عندنا طريقة واضحة, لازم تكون عندنا خطة معينة. يعني مش انت راح تصرف فلوس على سي دي ومن بعد تجيبها للشركة وتبدأ تفكر ها وش راح نعمل بكرة وش راح نعمل بالسي دي. لا, لازم كل شيء يكون مخطط له مسبقا. لازم تكون عندك على الأقل خطة إلى مدى قريب, على الأقل إلى مدى قريب. بس مش تختار السي دي, يعني خلينا نقول تختار سي دي من دون مرجع معين. يعني فرضا قلت لك الشركة أوكي والله مو بكرة لازمتنا نستعمل سي دي زي ما قلنا من شوي, تقول أنت يا يلا يلا خلينا نستعمل البيم 360. طيب ويت 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 ويت, استنى شوي, على أي أساس اخترت البيم 360 وأنت توك بادي في البيلدينج انفورميشن موديلينج امبليمنتيشن؟ على أي أساس اخترتها؟ لا خلينا نختار والله, خلينا نروح مع البنتلي بروجكت وايز. طيب استنى شوي أخوي, ليش رايح مع البنتلي بروجكت وايز؟ يعني وفي كلمة ثانية نذكرها قالها المهندس عمر سليم, يعني هو تكلم على LOD بس أنا راح نعكسها على اختيار softwares والبلاتفورم. هو قال LOD, الكلاينت مطلبش من عندك LOD 350 في بعض الأشياء, ليش تعمل LOD 350؟ ليش تقل عليك الموديل وتقل عليك مسؤوليات وتفتح عليك أبواب أصلا مش ملزم أنك تفتحها؟ أنا نعكس كلام المهندس عمر سليم الله يطول من عمره, نعكسه في اختيار البلاتفورمز والسي ديز. طيب كاين سي دي من سي دي, في بعض الفيتشرز موجوده في سي دي ومش موجوده في سي دي الثاني, وبطبيعه الحال كل ما كان سي دي اكثر اوبشنز واكثر سي ديز واكثر كماندز واكثر كان مور سوفيستيكيت سعره راح يزيد. انت يا اخي هدي حالك وشوف شو محتاج حاليا, شوف اعمل دراسة لوضع شركتك الحالي, هل فعلا انا محتاج بنتلي بروجكت وايز اللي هو يعمل $50,000 حاليا وانا توني بادي في البيم؟ هل عندك التيم اللي هو خليني نقول اللي هو that much of people, يعني 100 او 500 شخص اللي فعلا راح تدخلهم في البروجكت وايز؟ لازم يكون تفكيرنا يعني مبني او قراراتنا تكون مبني على تفكير عميق, صح؟ يعني الديسيجنز تاعنا ما يكونوش فقط او عندي سي دي وخلاص, لا, سي دي لازم تختار. تشوف ثلاث نقاط مهمه جدا. اول شيء تشوف تقف في مكان معين في شركتك وتقول وين انا حاليا, انو فيز, انو شو طبيعه شركتي. ديزاين فيز, اوكي خلاص انا في الديزاين فيز. بعد شو اليوزس, شو اهدافي انا من البيم, شو هدفي أنا من البيم, شو الجولز؟ طيب عرفت الجولز, طيب روح حاليا النقطة الثانية, روح حاليا شوف وين اليوزرز, أو هل عندك التيم المناسب اللي حيشتغل حاليا بسي دي اللي هو بيم 360؟ لأنه اختيار سي دي بصراحة it's very critical. نحن في بيم أو نحن في فارم هولدينج كان عندنا فترة اللي هي اللوك داون, في فترة اللوك داون نحكي لكم هذه القصة البسيطة على السريع ونعدي, اسمحوا لي طولت عليكم. في فترة اللوك داون تقريبا أغلب الشركات أعطت خلينا نقول ديمو للسوفت ويرز من بينها من CDs لمدة 3 شهور 4 شهور. احنا استغلينا الوضع هذا بصراحة, استغلينا الوضع هذا وجربنا 5 أو 6 CDs كتيم ميتينجز تيم وطبقناها على الشركة وشفنا احتياجات الشركة. جربنا التريمبل كونكت, جربنا البيم بلاس اول بلان, جربنا البنتلي بروجكت وايز, وكان صراحة البنتلي بروجكت وايز سي دي رهيب جدا صراحة, يعني فائق الخيال, راح نحكي عليه شوية ما بعد شوية ان شاء الله. جربنا البيم سينك, مع انه البيم سينك في الاصل اتس نوت سي دي بس تقدر تستعمله كسي دي. جربنا سي دي ثاني اللي هو بلان بيم, جربنا سي دي ثاني اسمه ستريم بيم. بعد ما درسنا وضعية الشركة من كامل الأطراف كامل الديبارتمنتس,
شو استعمالها حاليا، شو محتاج من سي دي حاليا. اخترنا سي دي اللي هو حنحكي عليه ان شاء الله في السيشنز اللي جايين. طيب so let's make our path very clear from the beginning. ما عنده حتى معنى تختار اغلى السوفتويرز وانت مش راح تستعملهم، صراحه راح تضيع وقتك وتخسر الشركه في الفلوس، وراح تعطي صوره سيئه جدا على البيم تكنولوجي. طيب what is the CD process؟ what's the CD process؟ نعم طيب احنا قلنا في التعريف البيم ديكشنري انه CD هو mainly يتكون من four information container. طيب ال information container هي التسمية او based on the ISO ل الفايل، او الفايل يكون محتوى على informations like files, documents and so on. بصراحة انا حنتكلم على السريع يعني على الموضوع هذا لانه اغلبنا شفناه واغلبنا مر علينا يعني اكيد، وانا متأكد انكم شفتوه بالكامل، بس انا يهمني اكثر شيء انه نروح نطبق الشيء هذا في لايف يعني نعمل براكتس يعني في سي دي، ونشوف كيف الوركينج بروجرس يتم، ونشوف كيف يتم الشيرد وكيف يتم البابليش والاركايف. طيب الوركينج بروجرس غالبا او السي دي يتكون من اربعه انفورميشن كونتينر: الوركينج بروجرس، شيرد، published and archived. The work in progress يقول لك its information container exists in this state when the appointed party develops the design. يعني يعتبر the work in progress حاجة، خليني إذا سمحتوا لي بالتعبير هذا، تعتبر حاجة سرية internal. يعني the work in progress بتاع architectural team خاص فقط بالarchitectural team. The work in progress بتاع structural team خاص فقط بالstructural team. لا هذا يبص على هذا ولا هذا يقدر يشوف هذا. يعني it's internal, pure internal. طيب the work in progress أكيد حيكون عنده permission معين. Permission لمين؟ Only for the architectural team. طيب during the work progress راح تكون في quality control. على سبيل المثال في كتاب رائع اسمه Mastering Revit Software، خصوصا Revit 2018، والأمازون طلع الإديشن تاع 2020 أو 19، حاليا أنا عندي 2018. بالنسبة للquality control أو during the work in progress، الwork in progress بصراحة فيه شغل كثير قبل ما نعطي الأبروف ويروح للشيرد. تشيكينج اللي هو تشيكينج ذا كواليتي او الكواليتي كنترول اند اشورنس راح يمر بالعديد من البروسيجرز. في الكتاب هذا وش كتب لك؟ اعطى مثال بالريفيت موديل. انت مثلا كبيم كوردينيتر لازم تشيك الريفيت موديل اللي هو طالع من عند جماعه الاركيتكتشرال موديل. طيب عامل شيء ما يسمى بالسويم لين بلان بروسيس، يعني شيك الريفت موديل عن طريق من كذا نقطة. يعني هل لا شو كم عدد الإيشيوز اللي موجودة في الفايل، كم سايز الفايل، ليش نستعمل أو حاطط فاميليز كثير عندي في الريفت موديل وأنا مش راح استعملها أصلا. يعني في بروسيدر كثير، وهذا الكتاب أنا أنصحكم تشوفوه إن شاء الله، وراح نشير اللينك في آخر المحاضرات وحبعث لكم إياه. يعني أنا عندي سوفت كوبي تستفادوا منه، انه يساعدنا كثير في موضوع خصوصا في شابتر الكواليتي كنترول، ريفيت كواليتي كنترول. هذا يساعدنا في الورك ان بروجرس، زي ما شايفين انه في الورك ان بروجرس انه تقدر تكون عندنا كذا ريفيجن، تقدر تكون عندنا كذا ريفيجن بسبب انترنال كواليتي كنترول بروسيس. قبل ما تعدي للشيرد اكيد يا اما ابروفد او ريجكتد، واذا كانت ريجكتد راح ترجع بريفيجن معين. هذا من الأرقام P01, P01, P104 عفوا، status S0, S0 which is initial status، راح نشوفها كل في CD. بصراحة شيء ممتع يعني، راح نشوفها يعني أنا عارف أنه ثقلت عليكم بالنظري بس للأسف لازم نمر عليها. يعني بعد الـ work in progress راح نروح لشيء اسمه after checking and approving. أكيد رح الشيء ما يسمى بالشيرد. الشيرد في المنطقة هذه هي منطقة التعارف، أنت صاحبي وأنا صاحبك. يعني طالب شيء من المعماري، أوكي ما تحكيش معي في الوركين بروغرس، نلتقي إن شاء الله في الشيرد.
يعني نفهمها بالمفهوم البسيط هذا. طلب شيء من الام اي بي اوكي ما كان حتى مشكل، ما جيش عندي انا نجي لعندك او نلتقى في المكان ملتقى الاحبه خلينا نقول اللي هو الشارد. تمام، الشارد هنا وين يكون عندنا اكسس للكلاينت، اكسس اللي كامل التيم ديزاين ديبارتمنت، وين الشيرينج راح نشوفه بصراحه في الـ في الـ في الـ في الـ في الوركشوب اكيد، وين تكون عندي possibility اني ناخذ الموديل اللي هو مشير من عند المعماري وي كان ديفلوب ات فروم ذير وي كان تيك ات از ريفرنس. والشيرينج زي ما شايفين لازم يكون باي اندر اي اف سي او حيكون لازم يكون اي اف سي اكستنشن، لانه الاي اف سي هي اللغه الموحده لكامل لايك اوبن بيم خلينا نقول اللغه الموحده لكامل ديزاين ديبارتمنت. بمجرد ما يكون شيرد وافتر ابروفل اوتورايز اكيد من عند الكلاينت وكامل الاطراف المعنيه في المشروع. الشيرد مش فقط ديزاين تيم باي ذا واي، قدر يكون سبلاير اعطيه انت الاكسس على الشيرد. لانه اعطيكم مثال بسيط، قادر مثلا الاركيتكتشرال تيم عمل بروبوزل او شيء الكيرتينج والينج سيستم، طيب شير الاي اف سي الخاص بالكيرتينج الكيرتن عفوا والينج سيستم في الشارد، طيب واعطى الاكسس للسب كونسلتد عفوا السب كونتراكتور اللي هو متخصص في الكيرتينج وول. طيب كانت عنده ملاحظات بالنسبه للاي اف سي موديل، ويعاود يرجع. وبطبيعه الحال ديزاين تيم لازم يصحح الاخطاء اللي كتبوا، لانه احنا غالبا احنا عارفين انه شوب دروينز والتكنيكال داتا شيت طبيعه الحال كلها راح تجي من عند السب كونتراكتور والسبلايرز والسبيشاليستس هذو. يعني انا المعماري كمعماري ديتيلز هذا مين راح نجيبهم؟ انا من عند السبلاير، من عند المصنع، صح من عند المصنع راح اجيب من عنده المعلومات. يعني انا ما عنديش انا اصلا المعلومات، يعني based on the information which I'm gonna get it from the supplier على اساسها نبني انا الموديل او نطلع الانفورميشن ابروبريت انفورميشن في الموديل. تمام، بمجرد ما تكون اوثرايزد راح تروح الببلشت وين هذا الكونتراكتوال ستيج، وين تروح للتسعير وين التنفيذ اند اكسترا. عندنا في السي دي في الشركه عندنا من الاشياء اللي حاطينها ببلشت هي على سبيل المثال نعطيكم مثال، لما يكون عندنا مشروع جديد نحجز اسم، وحجز الاسم هذا يكون بفلوس، تدفع فلوس وتطلع شيء ما يسمى بشهادة الاسم. فرضا عنا مؤخرا مشروع جديد راح نشوفه إن شاء الله، اللي هو شغالين مع استشاري بيم، هو يشتغل بيم ونحن معه بعده، وعطيناه أكسس على السي دي اللي عنا وشغل معنا بالسي دي. بصراحة الأمر ممتع جدا، سمينا هذا التاور The Snow Tower، سميناه The Snow Tower. غالبا فام القابضة كامل مشاريعها مربوطة فكرة، والمشروع إن شاء الله اللي راح نشوفه كيس ستادي اسمه المزرعة تاور. المزرعة هو معناه يعني فكرته أنه عملنا انتجريشن الهيدروبونيك سيستم، وكان بصراحة تحدي في بداية الأمر، كان تحدي للشركة أنه نعمل المشروع هذا المعقد جدا لدرجة الهذيان، خصوصا في الام اي بي ديزاين كبايلوت بروجكت. صراحة كان سمحوا لي على الكلمة، يعني كان اختيار انتحاري، يعني بصراحة يعني كان اختيار too much risky. والحمد لله الحمد لله كنا ماشيين slowly slowly step by step. تعبنا بالميتينجز، تعبنا بالcoordination meetings والأمور هذه، والحمد لله شغالين في المشروع كبيم موديل، طلعناه كبيم موديل فول اوف انيسيسري انفورميشن، دخلنا كامل سبيشاليستس في المشروع، اعطيناهم اكسس على الكومن داتا انفايرمنت، وصارت حركه المعلومات في المشروع فيري فيري مور بروفيشنال خليني نقول، وراح نشوفها كامل مع بعض بعد شوي. الاركايفنج سيستم راح يساعدنا من بعد، اللي هو الفورث انفورميشن كونتينر راح يساعدنا اكيد في we can trace the file، راح يكون عندنا الهيستوري تاع الفايل. بمجرد ما تعمل operation او action نزل الفايل، سواء كان revision 1 2 بمجرد ما تغير نزل، يعني يعتبر التخزين، يعتبر محفظتك او
الباك اب، يعتبر الباك اب، يعني لا قدر الله حصل مشكل مستقبلا، الشيء اللي يحميك انت يا انفورميشن مانجر هو الاركايف، الشيء اللي يحميك انت يا استشاري او اي بروجكت ستيك هولدر انفولفد في المشروع، اذا قدر الله حصل مشكل الاركايف هو اللي راح انفورميشن كونتينر which is the archive هو اللي راح يحميه، لانه مش منخبوش على بعض، سي دي تسمى بتعبير ثاني the single source of truth، يعني it's open from the beginning. انا كان ودي انه كامل الناس تشتغل اي بي دي انتجريتد بروجكت ديليفري، وان فعلا حتقلل نسبه الخطا كثير، والمشروع راح يكون مور كلير فروم ذا بيجينينج. يعني كان ودي، يعني انا كان ودي نطبق في واحد من مشاريعنا 100% يكون اي بي دي، يعني انتجريتد بروجكت ديليفري، يعني عفوا السبلاير يكون من الاول معي في 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 الديزاين ستيج. بس حنعطيكم معلومه بسيطه جدا، فام هولدينج وي ار ذا اونر، وعندنا contracting company which is farm contracting والbuilding operations بالكامل نعملهم نحن under farm real estate. حاليا نحن شغالين وعندنا internal technical department أو beam department، ونعمل نعطي المسابقات أو المشاريع للاستشاريين وين يعطونا هما الكاد فايلز after approvals and everything we do our modeling by ourselves. حاليا احنا شغالين ان شاء الله على منشان نعمل اور ديزاين تيم انترنالي، يعني منشان نخلص او نكمل ذا فول بروجكت لايف سايكل عفوا، منشان نعمل نحن الديزاين ونحن نعمل الكونستراكشن ونحن اللي نكمل في الاوبريشن، وين حتكون مشاريعنا مستقبلا مور كنترولد. هذا يعتبر تحدي بصراحه، يعتبر تحدي ومجهود، الامر متعب جدا بصراحه، بس it's worth، يعني لازم تستاهل الأمر، لأنه بصراحة إحنا كل يوم نعمل أخطاء، وأخطائنا هذه هي اللي خلتنا نتقدم خطوات لقدام شوي، لأنه بالأخطاء نتعلم، من دون أخطاء مش هنتعلم ولا شيء. راح نشوف إن شاء الله هذه تقسيمات الفايلز أو الانفورميشن كونتينرز تطبيقيا أحسن، أنا نفضل يعني. وزي ما شايفين، خليني بس بعد هذا ال اوكي. طيب زي ما شايفين الوركينج بروجرس، هذا الوركينج بروجرس تمام بالنسبه للاركيتكتشرال تيم، ستراكشرال تيم، ان ام اي بي تيم، وين حيكون انترنال بروسس، وين حيكون انترنال بروسس. طيب في عندهم منطقة خاصة بهم تعتبر الشارد، يعني ملتقى، خلينا نقول all departments، وين بمجرد ما يكونوا في الشارد حتكون في شفافية أكثر أو حتكون more clear، لأنه بصراحة في work in progress يعني أنا بعد ما خلصت، يعني ليش أعطيك معلومات على الموديل بعد ما خلصت، أصبر عليه شوي، بس هذا هو تعبيرها البسيط، يعني بعد ما نخلص شوف، وإذا في عندك comments خبرني تمام، لأنه الانترفيرنس أو واحد إذا كان انترفيرينج تو ماتش في شغلك راح يخرب عليك الدنيا، فهمت علي ولا لا؟ وهذا بصراحة شيء جميل، أنه الوركينج بروجرس is very internal وحاجة خاصة، يعني في internally يعني تخلي شغلي يتم بسلاسة، وراح يكون very structured very professional منظم، وراح تكون في إنتاجية أكثر أكيد في during the project life cycle. طيب نحكي على السريع بس على CDs platforms اللي متوفرة في السوق. بديت بالبيم 360 لأنه معروف بالبيم 360. It's unified platform connecting your project teams and data in real time from design through construction حتى خلينا نقول الهاندينج أوفر. أكيد جربنا كامل وكانت عنا فكرة وعنا فكرة عن البيم 360. بالنسبه لي انا ما رحتش مع 360 في شركه، لانه او ما اخذناش احنا كلجنه ما اخذناش البيم 360، كان شويه غالي بالنسبه لنا، يعني ما كانش غالي ك فوليوم او فاليو تاع شركه، بس لا مبدئيا لا، بيم 360 اتس نوت ذا تايم،
ما قلنا ولا شيء على الفيتشرز اللي موجوده فيه. ما شاء الله مليح، فيري باورفول، فيري فيري بروفيشنال، من شركه محترمه اوتو ديسك، برغم من انه عندنا ريفيت، عندنا نوفيس وركس، بس بيم 360 لا، مش الحين، ما زال شوي، تمام؟ لانه ماشيين سلولي سلولي، ماشيين بحذر. واكيد هذه بعد نصائح المهندس العظيم عمر سليم، الله يطول من عمره. عندنا البلاتفورم الثاني اللي هو تريمبل كونكت. شركة تريمبل انتم عارفينها اكيد، دائما شركة تريمبل انا نذكرها بسكاتشوب. سكاتشوب اللي هو كان مملوك لشركة جوجل، ومن بعد لما اشترته تريمبل طورت فيه وصار سكاتشوب من السوفتويرز الرائعة الرائعة جدا. تريمبل كونكت زي ما شايفين هم اللي عملوا به، او كشركة أو هم اللي عملوا به متحف المودرن، شو يسموه يا ربي، The Museum of Future Art، أيوة ذكرت اسمه The Museum of Future Art. طيب عملوه بالتكلا ستراكتر، واستخدموا فيه في الكواليتي كنترول during the construction حاجة اسمها الهولو لانز. الهولو لانز هذه راح نشوفها مع بعض إن شاء الله. الهولو لانز احنا عارفين انه في الاوغمانتد رياليتي اللي راح تكون في الهاتف، السمارت فون، تكون في التابلت، تكون سمارت فون تابلت بي سي ماكسيموم. وفي عنا الفيرتشوال رياليتي اللي راح تلبس فيها الفي ار، وتكون جلوبالي كلوزد، يعني بمجرد ما تلبس الديفايس الاوكيولوس ولا شو اسمها الاتش تي سي، مش عارف شو البراند الثاني، بمجرد ما تلبسها راح تنقطع عن الواقع. يعني ممكن لا قدر الله انت ماشي راح تطيح في حفره في السايت وانت مش عارف. الهولو لانز اتس ميكس رياليتي، يعمل لك ميكس ما بين 3 دي موديل والواقع. يعني انت شايف 3 دي موديل في نفس الوقت انت شايف الانتوراج يعني اللي داير بك، تمام؟ في الكواليتي كنترول during the construction استعملوا الهولو لانز، استعملوا الهولو لانز في الكواليتي كنترول. طيب نحن في مشروع المزرعه او مشروع الهيدروبونيك سيستم استعملنا الهولو لانز، وعندي فيديو ان شاء الله راح نشيره معكم في السيشن 2. يعني حطينا البيم موديل وديناه للسايت وعملنا له ماتشينج مع الاكزيستينج كونستراكشن، لانه كذلك في الكيس ستادي اللي راح نحكي فيها ان شاء الله اختيار المزرعه ما كانش اختيار عشوائي، كان اختيار بعد ما طلعت مشاكل وين شفنا باللي امبوسيبل المشاكل هذه تتحل، ورحنا الموضوع البيم وحليناها بالبيم الحمد لله. طيب تريمبل كونكت نفس الشيء، تعتبر من البلاتفورمز القويه جدا، فيها فور ابلكيشنز، عندك الويب براوزر، عندك الديسكتوب ابلكيشن، عندك الاب الموبايل اب، وعندك الريفيت بلاجين. عندك البلاتفورم الرهيب جدا هذا البنتلي بروجكت، خلينا نعمل هايد للفلوتينج ميتين كنترول. عندك البنتلي بروجكت وايز، بنتلي بروجكت وايز اتس مور ادفانسد عن التريمبل، مور ادفانسد عن شو اسمه البيم 360 من وجهة نظري. أكيد ممكن شخص تاني يشوف غير وش نقول. بالنسبة للفولدر ستراكتر، بالنسبة للنيمين كونفنشن، بالنسبة للأرفاي تريسيبيليتي، بالنسبة لأشياء كثير، بالنسبة لليوزر بيرميشنز، بالنسبة للدوكيمنت سيكوريتي، بالنسبة للدوكيمنت كنترول، يعطيك نيمين كونفنشن عفوا بيزد اون ذا ايزو 19650، بالنسبة للميتا داتا، بالنسبة للثري دي فيور. هذه البنتلي بروجكت وايز استعملوها في تطوير مترو دبي اللي هو تابع لشركة الهيئة الطرق والمواصلات RTA. كان السي دي كان البنتلي بروجكت وايز، وانا قال لي واحد صديقي اشتغل في السعودية كذلك طوروا به مترو السعودية، استعملوا به كذلك بروجكت وايز. بلاتفورم رائع جدا، اشتراكه السنة الأولى $50,000 أو 60,000 أو 65,000 على حسب، يعني وين بعض الناس أو خصوصا في البدايات يشوفوه شيء غالي جدا. $50,000 مش يعني المبلغ الهين كستارت يعني.
طيب خلينا نشوف السؤال. سلام أخي بلال، أظن أنك تونسي. أنا قيس العامري من تونس. لا، أخوك جزائري أخويا قيس. لدي سؤالين عقب نهاية المحاضرة. ما هو الفرق بين البروجكت والأسيت؟ أوكي، كما ذكر في تعريف السي دي في السؤال الأول، ما هي المعلومات المتعلقة مرتبطة بالسي دي والتي يجب؟ أوكي، حاضر حاضر حاضر. طيب نكمل، سامحوني. طيب قلنا اشتراك التاح الأول كأول اللي هو 65,000 دولار، ومن بعد حيكون عندك تكنيشنز يشتغلوا عندك لمدة شهر for the CD setup، ومن بعد يصير عندك اشتراك سنوي 10,000 دولار، يعني عمر كامل وانت تصرف على السي دي. طيب انا البروكور، بروكور يعني بصراحة انا عندي معرفة سطحية فقط بالبروكور، ولا عمري جربتها بصراحة، بس تعتبر من السي ديز المعروفة، وفي ناس شغالين بروكور ومرتاحين بصراحة، يعني عندها الداشبورد زي ما شايفين، تقدر تكون عندك شوف العدد الايشوز البروجرس اشياء كثير اللي هو شيرد فايلز اكسترا. عندنا الاول بلان بيم بلس، كذلك جربناها في فام هولدينج لمدة شهرين، رائعة هي بصراحة. بيم اول بلان بيم بلس رائعة جدا. مشكلتنا عفوا الوحيدة اللي كانت معاهم انه البزنس سنتر، او خلينا نقول الهلب سنتر، كان في ألمانيا، يعني كان في صعوبة في الاتصال، ومرات ما يردوش على الإيميلات، ومرات ما يردوش على المسجز which is very urgent. بس كسي دي رائعة جدا، خصوصا إذا اشتريت البروفيشنال أو البزنس لايسنس. مش غالية كثير، يعني في متناول الجميع، يعني تقريبا سنويا انت اذا بديت كبدايات تقدر تبدا ب 10 يوزرز او حتى 5 يوزرز، يعني لانه مش كلهم راح يكونوا ادمن، راح يكونوا عندك ادمنز وحيكونوا عندك يوزرز، وين يو هاف انليمتد يوزرز، 5 ادمنز فقط. حتكون عندك فولدر ستراكشر اند دوكيمنتس كنترول اند دوكيمنتس مانجمنت سيستم بيزد اون ذا ايزو 19650 نيمينج كونفنشن، ميتا داتا فيها كل شيء. عندها 3 دي فيور رائع جدا، اور دوكيمنت فيور نفس الشيء رائع جدا، يو كان ميك تاج ان ايفري ثينج، راح نشوفها اكيد في المثال التطبيقي. شانا بعد عندنا ستريم بيم. ستريم بيم بصراحة نفس الشيء، تعتبر من سي ديز اللي مطورينها هم في شركة في النرويج، تمام، ريندرا. اوكي، مشكلتي مع ستريم بيم انهم اذا حبيت تشترك وتشتري ستريم بيم يحسبوا لك، تعطيهم مساحة كل مشروع، وعلى مساحة المشروع يعطوك تسعير. يعني اذا عندك انت مشروع ب 50,000 متر مربع، هي 10 دولار على خمسة، مش عارف انا على المتر المربع احسب كم تطلع لك انت، يعني قادر تطلع لك ممكن 10% من قيمة المشروع إذا ما بلغتش يعني. بس كسي دي تعتبر ممتازة جدا وقوية جدا في السايت، وراح نشوفها هذه طبيعة الحال، راح نشوفها. بلان بيم سي دي حديث، طوروه يعني جماعة من الهند، بصراحة شغالين شغل نظيف، وشغالين على تطوير الابليكيشن هذا يوميا. عندهم حركة جميلة جدا في البلان بيم، راح نشوفها مع بعض يعني على السريع، تعتبر من السي ديز الحديثة. وعن البيم سينك، البيم سينك هو ايشيو اور كوردينيشن بلاتفورم، تقدر تعمل بيه يعني دوكيمنت مانجمنت سيستم، بس ميلي هو اتس نوت ديستينيتد باش يكون سي دي. على ذلك انا مش عارف، انا ما ننصحش بيه كسي دي، بس اذا ما عندكش حل روح مع البيم سينك. بس كسعر يعتبر غالي شوي، اذا قارناه بتريمبل كونكت وبيم بلس اول بلان يعتبر غالي شوي، يعتبر غالي نعم. طيب وفي عندنا بلاتفورم رائع جدا رهيب، شغالين عليه نفس الشيء في فام هولدينج، اللي هو البيم كولاب، كايشيو تراكينج اند كولابوريشن بلاتفورم. وفي عندنا البيم كولاب زوم برو. البيم كولاب زوم برو كايشيو تراكينج اند تشيكينج اند موديل فاليديشن،
تقدر تستعملها كسي دي بشرط واحد فقط، اذا عملت لها انتجريشن مع الدروب بوكس. تمام، لانه راح نشوف من بعد انه البيم كولاب زوم تقدر تعمل له انتجريشن مع تريمبل كونكت، عنده كبلاجين اتس اكزيستينج كبلاجين في الريفت، وتقدر تعمل له انتجريشن مع دروب بوكس. اذا عملت له انتجريشن مع دروب بوكس، في هو باي ديفولت حاجه اسمها شير، وين تقدر تستعملها ككومن داتا انفايرمنت ايزلي. انا ننصحكم يعني، لانه بيم كولاب زوم فيه فري فيرجن، يعني تقدر تستكشفها يعني وتشوف، الى حد ما تقدر تمشي بها مشروع على ما اظن. بيم كولاب زوم تقدر تستعمله فري، بس ما تقدرش تستعمل بيم كولاب زوم برو، لانه بيم كولاب زوم برو في شيء ما يسمى بال كلاش ديتكشن، وشيء ثاني اسمه سمارت فيوز، وشيء ثالث اسمه ليستس، اللي ما تقدرش تستعملهم مع انهم فيري امبورتنت. بس البيم كولاب زوم وبيم كولاب تعتبر من البلاتفورمز الرائعه جدا يعني، اللي فعلا ككواليتي كنترول، كموديل تشيكينج، كموديل فاليديشن ديورينج ذا ورك ان بروجريس، بصراحه تستاهل انه الواحد يوظفها عنده في شركته او في الديبارتمنت الخاص به. تمام، خلينا نشوف. طيب هذا من المراجع، كانت مراجعنا الايزو 19650 بارت 1، كان مرجعنا اكيد البيم كورنر ويب سايت، ننصحكم بشده يعني، واكيد انتم سيد العارفين انه بيم كورنر من الويب سايتس اللي صراحه يعني فيها معلومات قيمه لدرجه يعني فعلا حتستفادوا منه. نرويجيين هذول اللي عندهم شو اسمها البيم كورنر، استعملنا اكيد معلومات من البيلدينج انفورميشن موديلنج بروتوكول. بلان بيم عاملين ويب سايت شغالين على حالهم، مرات يشيروا ارتكلز ممتازه جدا. عندنا البيم ديكشنري، وعندنا اكيد كتابي المفضل وكتاب جميل جدا 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 ورائع، هذا الكتاب الزبده. اذا كان في مقدوركم تشروه، هو من عند البيلدينج سمارت من مانشن اند ماشين، شركه المانيه. هو ذا بيم مانجر يعتبر practical guide for beam project management للمؤلف مارك بالدوين. هذا الكتاب فيه أشياء وأمثلة تطبيقية، خصوصا لما نروح لمرحلة الـ IFC الـ NVD الـ 4D الـ 5D، يعطيك أمثلة رائعة جدا، case studies وين تستعملها فعلا في 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 في, في حياتك الواقعية وفي شغلك يعني. الكتاب هذا يعمل تقريبا اذا طلبتوه من امازون يعمل $60، واذا طلبتوه من امازون راح يجيك معه كوبون. الكوبون هذا تقدر يعطيك معه ديسكاونت انك تشتري الالكترونيك فيرجن، الالكترونيك بوك، هيعمل لك 70% ديسكاونت. ننصحكم بشده يعني، ننصحكم بشده هذا الكتاب. انا شايف انه اي واحد مولع بالبيم، كبيم مانجر، كوردينيتر، سبيشاليست، مودلر عفوا، لازم يكون عنده في المحفظه يعني، يقراه مره واثنين وثلاث واربعه وخمس. هذه نهايه، وما زال to be continued ان شاء الله، والطريق مستمر. شكرا مهندس عمر سليم، وشكرا لكم جميعا الاستماع، وسامحوني اذا تكلمت كثير وطولت في الأمور النظرية، بصراحة أنا بعد مزعوج من الموضوع. شكرا لكم، جزاكم الله كل خير. وشمهندس بلال الله يكرمك، أستاذنا يعني محاضرة ممتعة، واستفدنا كثير من حضرتك. أنا عندي سؤال لحضرتك دلوقتي، في أكثر من كومن داتا انفيرومنت حضرتك ذكرتهم، أكثر من منصة زي بيم 360، زي يعني حتى تكلا مثلا او كده. طيب هل ينفع ان اكون شغال على برنامج واستخدم منصه برنامج اخر، ولا لازم استخدم نفس المنصه؟ يعني مثلا لو انا هستخدم مثلا اركيكاد او تكلا، ينفع اشتغل ب60؟ طب ولو ما ينفعش، هيبقى الحل ايه لو انا عندي كذا برنامج مختلف؟ نعم، انا نعطيك سؤال جميل جدا جدا مهندس عمر، دائما ممتعنا باجاباتك وباسئلتك مهندس. الله يحفظك يا رب. طيب انا اعطيك مثال حي. احنا حاليا في الشركه شغالين بالريفت، تمام،
وشغالين بالنابيس ووركس كثورين تول، او خلينا في الريفت، خلينا في الريفت. الريفت هو جاي من شركة أوتوداسك، توافقوني في شيء هذا صح؟ ريفت جاي من شركة أوتوداسك. حاليا احنا شغالين بالتريمبل كونكت اللي هو جاي من شركة تريمبل. يعني تريمبل المفروض ميلي نشتغل بالتكلا ستراكتر. طيب في الحالات هذه، في الحالات هذه يا اما يا اما انا كيف اربط الريفت بالتريمبل كونكت؟ كيف اربط الريفت بالتريمبل كونكت؟ هذا يحتمل سؤال مهندس عمر، يحتمل العديد من الاجابات. يعني اذا كان عندي انا ايشو في الريفت موديل، تمام، وبعد ما طلعته في السي دي وشفت الاي اف سي في السي دي اللي هي تريمبل كونكت كاي اف سي، شفت المشكل، كيف ارجع الايشو الى بلاتفورم which is not يعني في الاصل مش نفس شركه الريفت؟ طيب في الحاله هذه عندنا تو سوليوشنز، يا اما نمشي موضوع البي سي اف، نطلع الايشيو بي سي اف، او نعمل الانتجريشن ما بين اذر سوفتوير. نعطيك مثال ثاني، انا حاليا الريفت والتريمبل ماهوش موصول ببعض، لانه ما نقدرش نوصلهم ببعض لانهم مش نفس الشركه. انا واصل للريفت والتريمبل بالبيم كولاب، لانه البيم كولاب عنده انتجريشن which called integration with Trimble Connect، لانه mainly CDs تستخدم الاي اف سي، سواء طلعت الاي اف سي من الارشيكاد، سواء طلعت الاي اف سي من تيكلا، سواء طلعت الاي اف سي من ريفت اند سو اون. بس من الاحسن، من الاحسن، انا قلت من الاحسن، يعني اذا كان عندك مثلا ريفت واشتغلت البيم 360 يكون احسن. بس ميلي مش مشكله هذه اذا كانت نفس الشركه او مش نفس الشركه، لانك حتستخدم الاي اف سي في الاصل، لانه الاي اف سي فيور اتس انتجريتد باي ديفولت في كامل السي دي اس. اظن اني جاوبت على سؤالك باشمهندس. الو، تمام يا استاذ، جزاكم الله كل خير. جزاكم الله خير. استاذكم استقبل بقى الاسئله بتاعت الناس. اكيد لا سمحت. الله يكرمك يا استاذ، جزاكم الله خير. لو حد عنده اي اسئله يعني بس رسمت. في سؤال مش عارف الشات مش راضي يطلع لي الشات، بس في سؤال على ما اظن قال شو الفرق ما بين البروجكت والاسيت. في سؤال مفلل. الاسيت بصفه عامه قدر تكون اي شيء في اي شركه. يعني الاسيت هو الشيء القيم عندك في الشركه، سواء سياره، سواء باب، سواء لباس، سواء خاتم من الماس، يعتبر اسيت. احنا في الاي اي سي اندستري سبيشاليست اور بروفيشنالز، الاسيت اللي عندنا هي البيلدينج بعد ما يخلص. وات از يور اسيت؟ اتس ماي بيلدينج. هذا هو الاسيت. البروجكت هو during the grow up، يعني من الديزاين حتى الهاندينج اوفر. طيب في تريك في البروجكت مانجمنت، يقول لك وات از ذا برودكت لايف سايكل، وات از ذا بروجكت لايف سايكل. طيب في فرق ما بين الاثنين. سؤال بسألكم يعني على السريع، ما هو الأعم أو ما هو الجزء وما هو الكل؟ هل هو البرودكت لايف سايكل اللي هو الجزء أو العام، أو البروجكت لايف سايكل؟ لو جابوا لي بس على الشات، يعني إذا قلنا البرودكت لايف سايكل والبروجكت لايف سايكل، أنهم الأوسع، البروجكت أو البرودكت؟ مش عارف هل سؤالي كان واضح او نعيده او هل في واحد يجاوبني ولا لا؟ لا. طيب البرودكت يعتبر بروجكت، نعم البروجكت لايف سايكل. هل هو اذا قلنا البرودكت لايف سايكل، اتس برودكت لايف سايكل، هل البروجكت لايف سايكل اوسع واعم واشمل، او البرودكت لايف سايكل اللي هو اعم واشمل؟
يعني حابب تجاوبكم على السؤال الأخ اللي قال. في ناس بيقولوا البرودكت متعلق بالمنتج خلال وبعد المشروع، بينما هل البروجكت هي فترة المشروع بس. نعم، بس الأوسع أنا حسب خبرتي البسيطة جدا جدا مقارنة بكم، البرودكت هو أوسع. أنا نعتبر المشروع كبرودكت، لأن البروجكت يكون الداخل، يعني البروجكت يكون من الديزاين حتى الهاندينج أوفر، تمام. وفي عندنا الأوبريشن، الأوبريشن فيز بلس ديزاين فيز بلس الكونستراكشن فيز، هذه كامل برودكت لايف سايكل بالكامل، تمام. تمام. يعني هذا هو الفرق ما بين الفرق البسيط ما بين الاسيت و البروجكت. الاسيت تعتبر برودكت بالنسبه لي انا، مش عارف اذا توافقوني الامر او لا. السؤال الثاني، لدينا سؤالين عقب نهايه المحاضره. ما هو الفرق بين كما ذكر في ضرب، ما هي المعلومات المتعلقه بتطبيق السي دي والتي يجب تضمينها في البيم اكزيكيوشن بلان؟ هذه اخوي مهند راح نجاوبك عليها ان شاء الله في شو اسمها في الورك شوب، هجاوبك عليها في الورك شوب، تمام. في سؤال ثاني، او خليني بس نعطيكم بس لو اعمل شير سكرين مره اخرى، سكرين، وخلينا نشوف طيب عندنا، شايفين سكرين؟ شايفين سكرين باشمهندس عمر؟ لسه فتحت ليه. تمام. انا فتحت عن تريمبل كونكت ستريم بيم ان اول بلام بيم بلس. شوفوا، اول شيء حنحكي على نقطه سهوله التعامل مع البلاتفورم. اذا مشينا، اذا شفنا الداشبورد بتاع الاول بلان بيم بلس وداشبورد ستريم بيم وتريمبل كونكت، اسهل واحد اذا شفنا اليوزر انترفيس اكيد هو ستريم بيم، ما يخدعكمش المظهر، لانه بمجرد ما تدخلوا الداخل أروا امر معقد جدا. يعني مانيش حاب اقول لكم انه معقد لا تستعملوه، بس كيوزر انترفيس اسهل واحد هو ستريم بيم، بعدها تريمبل كونكت، بعدها اللي هو البيم بلس. كفيتشرز كامل يتساووا في الفيتشرز، سواء في الدوكيمنت كنترول، سواء في الايزو 19650 فولدر ستراكتور، سواء في ال 3 دي فيور. على سبيل المثال خليني نروح للاوبن بروجكت ونفتح مشروع ذا فاميلي ونشوف شو عندي في الفاميلي. طيب خلينا نرجع للداشبورد، نشوف المزرعة وش عندي. طيب وش عندي، لأني ما زلت ما حطيت ولا مشروع. وينها طيب، اوكي. نعم، انا عملت ديليت لكامل الاي اف سيز اللي حملتهم، راح نشوفهم في سيشن 2 ان شاء الله. في ستريم بيم خلينا نشوف المزرعه تاور. لما تفتح المزرعه تاور ستريم بيم، هذا باي ذا واي اتس اي اف سي، لازم تصدروا اي اف سي مشان يقرا لك ال 3 دي موديل زي ما شايفين. يو كان نافيجيت باي ذا اروز، أرز الكيبورد، تمام. عندك the left part the right part. the left part فيها 3D view، تمام. تقدر تعمل activate deactivate الكامل الموديل، ممكن يكونوا عندك two models في نفس الوقت. حاليا احنا عنا زي ما شايفين، وش عنا عنا ال MEP model. انا الـ MEP model، تمام. تقدر تعمل له هايلايت، تقدر تشوف كامل الدرينيج موديل. مثال تقدر تعمل هايلايت الاستراكشر او للـ MEP وتشوف بس الاركيتكتشر، تقدر تعمل دي اكتيفيت من هذا. في عندك نفس الشيء التشيك ليست،
you can create a checklist دور داك على سبيل المثال تشوف كامل الأبواب اللي هما fire rated non fire rated على سبيل المثال مجرد يعني على السريع يعني مش لأنه يحبر session 3 عندك مثلا البين هذا اللي تسميه أنت الإشيو tracking زي ما شايفين بمجرد ما عملت بين راح يعمل لي capture للview وأساسها أنت تكتب مثلا please do this please do not do this مثلا مجرد مثال يعني تمام تقدر تعمل comment على الإشيو على سبيل المثال عندك الكات بلان خلينا نجي نعمل هذا كذا اوكي تذكر هذا مثال الكات بلان اللي موجوده في كامل البلاتفورمز موجوده في الريفيت موجوده في الدنيا كل تمام وينها هذه او تعمل كات بلان تمام تعمل كات بلان من الناحيه هذه على سبيل المثال تشوف شو مكونات البيلدينج عندك في عندك في الجهه اللفت او الرايت البروجكت انفورميشن تحب تمشي بالمتريك او بالامبريال اليوزرز يو كان اساين يوزرز يو كان اد يوزرز تكتب بس الايميل تاعو هنا وتبعث له انفيتيشن يصير يوصل له نوتيفيكيشن باي ايميل يصير انفولفد في المشروع يو كان كرييت جروبس تكنيكال جروب بروكيرمنت ديبارتمنت جروب يو كان كرييت ورك فلوز الورك فلوز اللي تحتاجها من بعد في الايشوز راح نشوفها ان شاء الله Labels, labels هذه مهمة جدا. You can create labels like خلينا نقول must be done. Submit. Label هذا تقدر تحطها في task أو تحطها في issue. عندك notification. Weekly. مرات تجيك notification. لأنه CDs حتعطيكم خليني نقول weekly, monthly reports على الissues, على حركة المعلومات اللي تمت, على ال هتعمل لك دائما تذكير وانت يو كاستمايز يعني عفوا وانت تعملها برمجه بحيث انك توصلك ديلي ويكلي ما توصلكش خلاص تعمل اوف على حسب يعني عندك البرودكت تاور يعني حيعطيك مثلا زي ما تقول تيتوريال على البرودكت عندك البي بي سي اف سيرفر ويحكي لك على اباوت ستريم بيم عندك دوكيمنت فلتر For example, إذا عملت architecture, okay, حيعمل لك filter بس على الفايل المعماري على سبيل المثال. فايل معماري first level, تمام؟ أنا ما عنديش levels حالياً, مازال ما دخلت ولا معلومات في البلاتفورم. يعني تقبل تعمل filtration بال documents. وش عنا الثاني يا رب؟ وش عنا؟ Okay. طيب عنا الهيدن اوبجكتس يعني بمجرد ما تعمل هيدن اوبجكت تقدر بمجرد ما تعمل سيلكشن يصير يختفوا تمام زي ما شايفين هيدن اوبجكتس يصيروا عندك هنا معلومات الهيدن اوبجكتس تعاود ترجعها من اول جديد ريسيت هيدن اوبجكت يرجع من اول جديد هذه نظره سريعه على الستريم بيم اذا اعطاني مهندس عمر سليم الفرصه اكيد راح نعمل لكم تيتوريال لمده ساعه ونص تريننج كورس عليه عندنا هذا قلنا البيم بلاس مازال ما دخلت ولا مشروع وراح نشوفه ان شاء الله في سيشن بكره او بعد بكره ندخل عليه كذا مشروع نتكلم عليه عندك تريمبل كونكت هذه المشاريع يعني كم المشروع هذا مسبعه مازال ما دخلتش باقي المشاريع تريمبل كونكت اول ما تبدا على سبيل المثال راح تكون هذا اليوزر انترفيس عندك نيو معناها نيو بروجكت دخل المشروع وراح نشوف هذا كامل بالتفصيل الممل والحمد لله المحاضرة مسجلة يعني الشيء الجميل في التريمبل كونكت اللي هو أيضا متوفر اللي هو أيضا متوفر في البيم بلس إنه يعطيك نسخة مجانية تقدر تستعملها في مشروع وتقدر عادي عندك مثلا مشروع بايلوت تقدر تستعمل السي دي وعندك سي دي فري تستعملها في المشروع بايلوت إذا نجح البيم استراتيجي عندك في الشركة تقدر تعمم وتشتري لايسنس او تقدر تعمل تنتقل من البيسك الى البرو فيرجن تمام تريمبل كونكت اول شيء تعملوه انه تروحوا للسمول سكويرز هذو من نقاط صغيره وين تقدر تحمل مجانيا الديفرنت عفوا بلاتفورمز اول بلاتفورم هو تريمبل كونكت فور ويندوز اللي هو ديسكتوب ابلكيشن عندك تريمبل كونكت فور موبايل حركة الموبايل هذه بصراحة يعني أنا محضر لكم شيء جميل إن شاء الله يعجبكم
هذه تساعدنا كثير في شغل السايت، والله هذه حتخف علينا شغل كثير في السايت. عندك تريمبل كونكت فور ميكس رياليتي اللي حكينا عليها من شوي اللي هي الهولو لانس، راح نحكي على الهولو لانس. عندنا تريمبل كونكت سينك، تريمبل كونكت سينك رائع فوق ما تتصوروا يعني. وعندنا تريبل كونكت فور ريفيت، اكيد مستعمله كثير، هذا راح نستعمله خصوصا في الشيرينج وفي في الفايل ببليشينج. تريمبل كونكت فيجوالايزر هذا نحتاجه اللي هو فيور باي ديفولت. وعندك ستيتوس شيرينج، ستيتوس شيرينج بصراحه من الاشياء خلوني نقول بتعبير اصح انتقلنا في شركتنا من الريبورت الكلاسيك ريبورت، صار عندنا الفيجوال بروجكت بروجرس ريبورت باي كولر كودينج. تذكروا هذه الكلمه، فيجوال بروجكت ورك بروجرس باي كولر كودينج، يعني بستيتوس شيرينج. وهذه للاسف الشديد فور بزنس بريميوم فقط، يعني مش كحتشوفوها في البيسك، بس ما يعني عادي راح اشير معكم شو حاجتنا شو كيف نستعمل ستيتوس شيرينج. والله يعني من الاشياء اللي استفدنا منها كثير. تريمبل سينك مانجر هذا فور سيرفين بصراحه ماهوش موضوعنا حاليا، وراح نحكي عليه ان شاء الله ابتداء من السيشن الثاني والثالث. راح تكون عندنا حكايات مطوله وراح تكون في براكتسينج، وراح نطبق اللي شفناه كامل النظري، كل شيء نظري شفناه راح نطبقه ان شاء الله في التريمبل كونكت. واكيد راح نتكلم باسهاب عن ستريم بيم وعلى الاول بلان بيم بلس. واسف جدا يا جماعه لاني في بالي حملت الاي اف سيز بس للاسف ما محمل ولا شيء. هذه انا اظن اني وصلت لنهايه المحاضره. اسف جدا اذا طولت في الكلام او ثرثرت كثير، بس هذه ان شاء الله سيشن 2 وسيشن 3 راح نستفاد. وقبل قبل من سامحوني دقيقه بس قبل من سكر المحاضره اعطيكم بس تشوفوا البيم كولاب زوم برو. هذا اكيد اذا كان في عندي الفرصه ان شاء الله مستقبلا نعمل لكم سيشنز عليه. هذا رهيب، رائع، هذا بصراحه رائع رائع فوق ما تتصوروا يعني. هو في شكله بسيط، في شكله بسيط. مهندس عمر مازال عندي الوقت نقدر نتكلم شوي ولا؟ ايوه باشمهندس براحتك مع حضرتك. نعم نعم. في البيم كولاب زوم احنا اعطيكم مثال بسيط جدا، فيه فيتشر اسمه سمارت فيوز. سمارت فيوز في البيم كولاب زوم هو خلينا نقول الترجمه للفلترز اللي موجوده في الريفيت. تمام، البيم كولاب زوم تقدر تفتح به الاي اف سيز، هو يعتبر خلينا نقول الاي اف سي ريدر موديل تشيكين ايشيو تراكينج وموديل فاليديشن. هعطيكم مثال بسيط، السوليبري اذا قارناه بعالم السيارات يعتبر الفيراري او البورش او حتى اللامبورغيني. البيم كولاب زوم هو السياره اللاكجري بس مش حتلحق المستوى اللامبورغيني. يعني بمثال اخر، الناس كلها قادره يعني في يعني اغلبنا قادرين نستعمل بيم كولاب زوم بس مش كلنا قادرين نشري السوليبري لانه السوليبري غالي. تمام، والناس شغالين عليه هذا البيم شو اسمه البيم كولاب زوم مشان يصير عنده نفس الفيتشرز اللي موجوده في السوليبري. خليني بس نحط واحد من الامثله اللي عندي اللي هم اي اف سي. طيب نحط مشروع هذا، طيب ستراكتر الموديل لمشروع الفاميلي. دقيقة بس، add recent the file لا لا it's already part of the project here. اوكي خلينا نفتح واحد من الأول جديد ما يخالف، add only. خلينا نفتح هذا. طيب خلينا نفتح واحد ثاني only part one. اوكي سامحوني يا جماعة بس نسكر ونعود نفتح، فهمت شو مشكلته هذا.
شركة المطورة لبيم كولاب زوم اسمها كوبيوس، شركة هولندية. تمام، انتم عارفين يعني الهولنديين. ادريسنت. طيب خلينا نفتح هذا. لود. يس اوكي. طيب خلينا نزيد نضيف له اي اف سي ثاني اللي هو structural model. لا خليني نحط موديل ثاني، work in progress architectural. خلينا نشوف الاي اف سي هذا. طيب ونعمل له لود، راح يتحمل من الاسفل زي ما شايفين. طيب صار عندنا الحين structural and architectural model. طيب فرضا جاني الاركيتكتورال موديل من عند الديزاين تيم او من عند الاركيتكتورال ديبارتمنت، قلت لهم يا جماعه ميك شور باللي اول ذا دورز يكونوا فاير ريتد، لانه يعني خليني نقول معلش انا محتاج الاي اف سي اللي خاص بالفاير ريتد دور، حنعطيها مثلا للسيفل ديفنس. يا جماعه لازم تحطوا لي كامل الابواب فاير ريتد، رد بالكم تعملوا لي ابواب نون فاير ريتد. قالوا لي اوكي، بعثوا لي الموديل، قالوا لي خلاص خلصنا شغل تفضل. طيب في الحاله هذه انا قبل ما نرسل الفايل الى سيفل ديفنس وش نعمل؟ نعمل حاجه اسمها سمارت فيوز. نعمل حاجه اسمها سمارت فيوز. سمارت فيوز هي we can say it's model checking before validated. يعني الميم كولاب زوم نقدر نوظفه في كذا مرحلة من مراحل الديزاين، ديزاين فيس. ونروح روح لحاجة اسمها سمارت فيوز. سمارت فيوز هي زي ما نقولوا احنا related or ترجمتها او مقابلها الفلتر اللي موجود في الريفت، بس سمارت فيوز it's more advanced. موجود نفس الشيء سمارت فيوز في تريمبل كونكت اسمه الاورجنايزر. قوة الاورجنايزر في تريمبل كونكت في السايت في الكونستراكشن فيز، مع انك تقدر تستعمله في الديزاين فيز بس قوته اكثر في الكونستراكشن فيز. السمارت فيوز اللي موجوده في شو اسمه في البيم كولاب زوم قوته اكثر في الديزاين ستيج، وعنده اكيد استعمالات في الكونستراكشن ستيج، بس كل واحد وين موجودة قوته، وين نقاط القوة وين نقاط less power، ما نقولش ضعف، less power. طيب جينا هنا وتعمل view، تختار مثلا view تسميها doors، doors L مثلا. تمام، انت عملت كريتت حاجة اسمها door doors L. طيب جينا هنا حاجة اسمها وتعمل by right click using the mouse تعمل add smart view. smart view هنا وندخل حاجة اسمها الفلتريشن. طيب الفلتريشن انا اش طالب من الدورز؟ انا حاب نعرف هل عملوا لي الفاير دورز فاير ريتد اور نون فاير ريتد. نسمي the smart view doors fire rating property. طيب نجي لحاجة هنا اسمها هتشوف باللي عندك client by default بمجرد ما تحط الماوس بوينتر فوق هذه any element هتكون هتولي لونها بالأزرق الخفيف. يعني تختار any element، تشوف building element وتختار door. طيب شو property اللي أنا حاب نطلعها في الـ في الـ في الموديل اللي هي شو؟ اللي هو الفاير ريتنج. تمام، طيب الفاير ريتنج it should be defined. تمام it should be defined، والاكشن تعطيها color او تخليها زي ما هي، بس انا نفضل انه نعطيها color. انت تقول نعطيها add and set color by نخليه red color. تمام، طيب انا برمجت البيم كولاب زوم ان يطلع لي كامل الابواب اللي هي فاير ريتد. تمام، طيب او سامحوني قبل ما نروح الفاير ريتد، اول شيء نعطيه انه يعطيني الابواب باي نيم،
اعمل لي فلتريشن الكامل الابواب باي نيم، اللي حاجه اسمها دور طلع عليها باي فلتريشن، نعمل بلاي ونشوف، طلع لي كامل الابواب الموجوده في الموديل باللون الاحمر. طيب انا حد الساعه ما زال ما شفتش انه باب فاير ريتد ونو فاير ريتد، صح ولا لا؟ طيب نعود نرجع للسمارت فيو اللي عملته ونعمل له ايديت. بمجرد ما نعمل له ايديت وش حنعمل؟ حنعمل فلتريشن للابواب اللي هي لونها احمر ونطلع منها اللي هي فاير ريتد. وش نعمل؟ نضيف بروبرتي ثانيه نسميها ابواب دور ونختار شو الفاير ريتنج. حاليا في الاكزامبل اللي عطينه نحن هو الفاير ريتنج، قد تختار شيء ثاني اللي هو باي اي اف سي اليمنت، اليمنت ستايل، باي جويد على سبيل المثال، باي اوفر اول هايت، على حسب انت الكواليتي كنترول او شو البروسيجر اللي متخذه في 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 المرحله المعينه اللي انت شغال فيها. على سبيل المثال انا حاليا كاكزامبل اعطيت الفاير ريتنج which is defined، add and set color ونعطيه لون شو؟ لون مش عارف انا اخضر ازرق، ونعمل اوكي ونعمل بلاي. بمجرد ما نعمل بلاي اوب ايوه صار عندي اللي هو شوفوا معي، ها صار عندي الفاير ريتد فقط اللي هو بالازرق. هنا في الحاله هذه تعال يا صديقي يا ديزاينر او المودلر اللي عملت الابواب، نجي هنا ونعمل كرييت ايشو. بمجرد ما نعمل كرييت ايشو، دقيقه بس يفتح لي الايشو عفوا، ونجي نعمل له ملاحظه ولونه اياها بالاسود اوكي، ونسيف هذه ونكتب له فاير ريتنج بروبرتي دير انجينير Please update your doors fire rating property. تمام. Please update etc etc as soon as possible. تمام. تمام عفوا. وتقدر تعطيه label which is architecture. Issue قادر يكون شو اسمه it's an issue by the way. Priority it's major it's not critical. Critical بس إذا كان أنت محصور بالوقت خليه له إياها critical باش يخلص شغله ويصير المرة جاية يركز. Deadline تعطيه deadline. تمام. Visibility it's visible for عفوا for everybody. Notification أنا ما عنديش team حاليا في المشروع، وإلا إذا عملت notify وعملت كليك على السهم الصغير هذا يحطلع لك التيم اللي عندك او التيم ممبرز اللي موجودين وتعمل سيف. بمجرد ما تعمل سيف راح يتسيف عندك الايشيو، ولما يفتح هو الريفيت موديل ويعمل سانكرونايز راح يطلع له، تطلع له هذه في البيم كولاب زوم بلجين داشبورد، ويروح يعدل الوضع عنده قبل حتى ما يروح او قبل حتى ما يتشير الموديل. احنا بعد ما زلنا في الورك ان بروجرس. البيم كولاب زوم صراحة أنا مريت عليها يعني على السريع وتكلمت عن البيم كولاب زوم، لأنه البيم كولاب زوم أو البيم كولاب فيها حاجة اسمها integration with Trimble Connect، لأنه Trimble Connect itself يعتبر من البلاتفورمز القوية جدا. تخيلوا معي تقويه بالبيم كولاب أو البيم كولاب زوم في السيتينجز، عندك في settings في شيء اسمه integration. You can integrate it with كلوا معي with Trimble Connect with Dropbox with Beam 360. تمام زي ما شايفين أنا عمله integration مع Trimble Connect. تختار أنهى مشروع، تختار which file، هذا من الفولدر structure موجودين في Trimble Connect وراح نشوفوها بالكامل إن شاء الله في CD اللي عنا، هذا مجين من CD اللي عندي. تقدر تشوف تعملوا انتجريشن مع بيم 360 دوكس دروب بوكس وعندك تريمبل كونكت. تمام. يعني ليش عاملين له هم انتجريشن مع تريمبل كونكت؟ انت اذا حبيت مثلا اذا حبيت تطلع الايشوز بالبيم كولاب زوم تقدر تطلع الايشوز بالبيم كولاب عفوا، او تقدر تطلع الايشوز ب
تريمبل كونكت، يعني عندك تو بوسيبيليتي. بس الاسرع انك تطلع الايشوز بالبيم كولاب، لانه كداشبورد او ك ك ك ك عفوا كداشبورد ريبورت او الايشوز ريبورت، it will be more flexible. هذا يا جماعه by the way this is the Trimble لحد هذا Trimble 3D viewer. الباقي هو تابع البيم كولاب، وانتم زي ما شايفين هذا المزرعه تاور، هذا من الايشوز اللي عندنا في المزرعه تاور. تمام، ليش ما طلعليش الايشيو هذا الجديد؟ لاني ما عملتش قولوا معايا استنى نشوف. يس لا عفوا المفروض يطلع لي الايشيو. وينو إيه، لازم نعمل ريفرش، مانيش حابب نعمل ريفرش حاليا، واللي اذا عملت ريفرش راح يطلع لي الايشيو باي ديفولت هنا ونقدر نصلحه في الريفت. يعني هذا البيم كولاب مربوط بالريفت، مربوط بالتريمبل كونكت، ومربوط بالبيم كولاب زوم. يعني انت باستراتيجي معين تقدر تخلق ورك فلو يظهر للناس باللي فيري كومبليكيتد، بس بالنسبه لك انت هو مسهل عليك امور كثير. تمام، مانيش حاب نستعجل الخطوات، راح نشوف هذا بالكامل بالتفصيل الممل. وي جونا فول فيل اول ذا كويشن ماركس. تمام، بس حبيت نتكلم على السريع على البيم كولاب زوم. والبيم كولاب زوم ان شاء الله اكيد بطبيعه الحال مش راح نخلصه في دقيقه او دقيقتين. يعتبر فيري 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 باورفول بلاتفورم، فيها العديد من الفيتشرز، فيها العديد من الاشياء وين نقدر نشوف، نقدر نسهل على حالي الشغل. طيب ان شاء الله تكون عنا فرصه مستقبلا مهندس عمر ونحكي عليه بالتفصيل اذا سمحت لي. اكيد جزاكم الله كل خير استاذنا، يعني محاضره ممتعه وكميه معلومات رهيبه وخلاصه شغل كثير. الله يكرمك استاذنا، جزاكم امين الله خير، وليك ومتشوقين للجزء الثاني والثالث باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا باشمهندس، كل خير وجزاك باشمهندس. طيب نظن خلصنا باشمهندس صح؟ هو في بس سؤال بعد إذنك، واحد بيسأل حول إمكانية إدارة أعمال الحفظ في موقع حضري باستخدام البيم. وين السؤال؟ هو عايز أعرف ممكن نحط أعمال حفر ضمن المشروع، يعني نعمل بدل ما نعمل construction نعمل حفر للأرض. أعتقد ده جزء من الـ 4D. نعم المفروض، نعم هذا هو القديمين. لدي سؤال حول إمكانية إدارة أعمال الحفر بيم في موقع حضري باستخدام البيم. نعم هو قصده ممكن الإدارة تتم عن طريق الـ 4D simulation صح مش مهندس؟ هذا على أظن حسب ممكن يكون قصده على 4D، أو ممكن قصده على حساب الكميات في الحفر اللي هي القط ممكن، والفيل والحاجات دي. بس أكيد نعم بالريفت يستعملها بالريفت. صحيح باشمهندس، نعم. الله يكرمك. لا هو عن في سؤال ثاني، لو عندي ملف الكاد فقط ممكن أدخل به في هذه المواضيع أو الحصول على IFC. مثلا يقال عندنا بالشركة أن المصمم رافض يعطينا ملفات الريفت وعندنا فقط الكاد، فهل ممكن منها أحاول أجرب بنطاق صغير البيم؟ أوكي، سؤالي أو جوابي على السؤال هذا راح أشوفه بكرة باشمهندس عبد الحي، لأنه في CDs اللي نقدر نستعمل فيهم أو نقدر نشوف بهم الكاد أو قصدي الأوتو كاد إكستنشن DWG. وراح أجاوبك على السؤال إن شاء الله، في بعض الأسئلة متعمد نخليها بس للتطبيق إن شاء الله. تمام، للأسف لا أعلم المكتوب الفرنسي أستاذ عبد الحي، وين الفرنسي؟ أوكي تمام. طيب ان شاء الله تريمبل الصفحه اللينك ممكن الموجود في الشاشه كونكت. اوكي راح نشير معكم كامل المعلومات يا باشمهندسين، كامل المعلومات راح تكون عندكم ان شاء الله، حتى البرزنتيشن راح نبعثها للمهندس عمر وهو يشيرها معكم ان شاء الله. هذا اكتب لنا بالفرنسي ميرسي بو فوتو بريزونطاسيون جي كيستيون سور لا بوسيبيليتي دو مانجي دي ترافو دي اكسكافيشن اكسكافاسيون اون سيت اوربان اون تيزون لو بيم. نعم هو جاوبك عليها مهندس عمر، يحكي على الحفر باشمهندس عمر هذا بالفرنسي. بسنسيون لكيستيون سيغ لا بوسيبيليتي دو مانجي تخوديكس. نعم
نعم تمام، بس أظن يعني أنا خلصت من طرفي، يعني إذا في سؤال، إذا ما فيش إن شاء الله نلتقي بعد يومين.